هو هيلثي، هو ده اللي المفروض ادفع فيه، مش اجري على الجانك فود، الحاجات المضره اللي فعلا دلوقتي بقت متوفره وارقام مش غاليه قوي. بلا شك. في دايما كده يا دكتور يقولوا بقى مثلا، يعني برضو كوريكت مي اف ام رونج، انه مثلا يقولوا ايه البقدونس هايل عشان البشره، كلي بقدونس كلي تبوله كتير، الرمان. يعني ممكن بس ترشح لنا حاجات للناس، يعني ها هي يا دكتور اللي هيبتدوا هم معانا ناخدها ببساطه ونقول الالوان. اوكي، الالوان الحمراء يعني مثلا الرمان زي ما قلتي، أوكي. الفلفل الاحمر، طماطم. الطماطم طبعا، الفراوله، آه خلينا نقول الاخضر، السبانخ، الجرجير، البقدونس، برضو الفلفل الاخضر، الخس، الحاجات دي كلها مليانه مواد رائعه مفيده لجسم، صحه الجسم كله بما فيه طبعا الجلد، وفيتامين سي من الحاجات الحلوه جدا، فيتامين اي الموجود مثلا في الجزر برضو من الحاجات المفيده جدا، لان الجلد من اهم الحاجات المفيده له على فكره، فيتامين سي واي. بس يعني فيتامين اي بيتصنع في الكريمات دلوقتي از انتي ايجينج، يعني أوكي. مضاد للتجاعيد، فيتامين اي ريتينول اظن او حاجه كده. برافو، لا ليلى برافو عليكي. لا ما انا قلت لهم قبل ما اقدم البرنامج ده انا عندي شويه معلومات طبيه حلوه مش بطاله. ريتينول فيتامين اي تحفه. طيب هل في اكلات اللي هي فيها كولاجين كتير؟ ايه بقى؟ في برضو زي ما قلنا زي الفراوله وزي والبروتينز برضو من الحاجات اللي بتفيد جدا في انتاج الكولاجين، فيتامين سي زمان، وجنين القمح والحبوب الكامله. حبوب الكامله على فكره برضو من الاكلات المفيده ان جنرال، النتس، المكسرات الغير محمصه، اللوز، يعني لك 7 لوزات في اليوم وما اعرفش لان احنا الجمل بنحتاج النوع ده من الدهون، يعني مش كل ما هو كل وفيهم اوميجا كمان. اوميجا طبعا طبعا. ممكن نتفرج على بقيه الصور يا دكتور؟ اوكي، نفس الفكره، الكولاجين والهيالورونيك اسيد. هيالورونيك اسيد ده بتاع الفيلر. ايوه الفيلر، ايوه هو ده الفيلر. الفيلر جايه، يعني الفيلر ده بنستخدمه امتى؟ على فكره عمليه الفيلر في الطب اسمها فوليوم ريستوريشن، لان كل يعني ايه؟ يعني استعاده الحجم. في ناس كتير قوي تبقى جايه وقلقانه قوي من الفيلر، انا مش عاوزه خدودي تكبر، مش عايزه عينيا تتقفل، لان هم عندهم بس يعني ايه اكسبيرينس مش كويسه، ان فكره ان الفيلر بيدي حجم كبير. الفيلر احنا بنستخدمه لاستعاده الحجم المفقود. بس يعني انا لو انا ساعات كتير ستات تلاقيها زي كوره كده، ما هو ده خطأين على فكره، خطا من الشخص اللي بيطلب ده، وخطا من اللي بينفذ. يعني احنا دايما عندنا مقاييس في الفيلر، يعني الوش بيتقسم بطولا وعرضا بمقاييس محدده. لو زدتي عن المقاييس دي بيحصل فعلا اللي انت بتقوليه، بتحسي ان الشكل قد شكل، يعني شكل غريب زي كورتين واحده بلع اتنين. انا عايزه اقول لك على حاجه يا دكتور، مثلا انت لسه كنت بتقولي كده الغلط من ناحيتين. صح. انا اعرف مثلا ناس ممكن تغير الدكتور عشان ما وافقش ينفخ لها خدودها زي ما هي عايزه. ده بيحصل كتير على فكره، يعني تقول لا 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 انا مش هروح له تاني، هروح لدكتور تاني. فعشان كده بقول لك من ناحيه انا يعني مع الاسف بشرب سجاير، بحب الشمس، ما بشربش ميه كتير، انا اروح للدكتور واقول له عالجني وانا كده. ما تقوليش ما خلاص بقيتي بقى على الفيلر والبوتوكس. طب انا عايزه اسال سؤال قبل ما نختم، ايه اغرب حاله حضرتك شفتيها؟ يعني مثلا واحده جات لك مثلا العياده طلبت حاجه وانت ما كنتيش مصدقه او مصدومه من اللي هي بتطلبه. يعني انا فعلا زي ما كنا بنقول ان الفيلر، يعني انا بيجي لي جات لي واحده وعندها اصرار وشفايفها تكاد تكون هتنفجر بجد، دي حقيقه، ومصره. فاحنا انا لازم بنتفق، احنا انا وهي لازم بنتفق، يعني ما بعملش حاجه انت مش عاوزاها وفي نفس الوقت مش هعمل حاجه انا مش مقتنعه بيها. فرفضت، فرجعت لي بعدها باسبوع، دوبي لي ده مش عاجبني. طب ما احنا قلنا بلاش. طب عارفه يا دكتور بمناسبه الجمله دي، ودوبي لي ده والبق بتاع البطه ده كل مننا رقات على الانستجرام، هل هو ده بدون الخوض في مين من الفنانات، مع ان الناس اغلبها عارفاه، مين من الفنانات في كذا تصحي من النوم تقري خبر تقول لك فلانه شفتها اتقلبت اصل العصب ضرب، هل ده الفيلر الزياده؟ قريتي الاخبار دي يا دكتور؟ لا لا مفيش، بقها تعوج على لا العوج ده ما بيجي من الجراحات، ما بيجيش ابدا من لا لا هو الفيلر لا ما يعملش العصب ضرب، هو يعني الاعصاب دي ممكن يعني احيانا حقن البطس بشكل خطا في اماكن حوالين البق هي اللي تعمل العوجه البسيطه دي. يعني ده مش فيلر زياده؟ لا ده مش فيلر زياده، لا الفيلر زياده بس بيدي حجم شكل مش طبيعي.
وهو البوتوكس بيستخدم حوالين البق. لعلامات التدخين، مش انت بتدخن؟ لا يا شيخ. بيستخدم عشان لعلامات التدخين. وفي كمان السادلوك، في ناس تلاقيهم بقهم مقلوب اللي هو نازل لتحت ده، دي لما بنحقن